حسابات، انت بتبدي ايه نقدر نبني يعني ماشينز سوفت وير او هارد وير تقدر تتعلم من المواقف المحيطه بيها وتاخد اكشن عليها. فيها ليرنينج. تعالى كده في اول صف او الصفحه اللي بعدها يعني الديفينيشن بتاع الكومبيتيشن انتليجنس بنقراه مع بعض، مش علشان نحفظه ونسمعه، لا عشان نفهم بس ايه يعني. Computational intelligence، الذكاء الحسابي، is a set of computational methodologies، مجموعة من المنهجيات الحسابية المستوحاة من الطبيعة، inspired from nature. Such methodologies، هذه المنهجيات بتعرض exhibits، هذه القدرات للتعلم أو التعامل مع مواقف جديدة طبقا للمنبهات الفردية. ده المنهجيات دي اللي هي ايه؟ اللي هي تايتل كومبيتيشنال انتليجنس، ذكاء حسابي. عندك في الملاحظه في البلوك ده الملاحظه بيقول لك ايه؟ شوف بيوت الكلاسيك هوايه كلاسيكال ارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي الكلاسيكي التقليدي كان بيركز على فوكسز اون اتنت تو ميميك، يحاكي الهيومن انتليجنس بيهيفير باي سيمبوليك رولز. كان الكلاسيكال اي اي الذكاء الاصطناعي الكلاسيكي التقليدي كان بيركز على محاكاه ذكاء الانسان بسيمبوليك رولز. وانا كنت بقول لك بيمكن المنطق، يبقى ايه؟ اوتوماتيك ثيوري بروفينج، يبقى ايه؟ مثلا مساله هندسه مثلا ولا مساله طب، وايه؟ ويخلي الاستنتاج بتاعها باسلوب الي، الانبوتس الاوتبوتس المعطيات، ويحاول يتنقل كده من خطوه لخطوه باسلوب منطقي. فكان ايه؟ يطلع حاجه اسمها اوتوماتيك ثيوري بروفينج، وكلها سيمبوليك رولز. فكان ده الايه؟ الكلاسيكال اي اي. معني بالقصه دي دورش ترانك وايه وموقف معين كده والملك معرفش ايه ولا المحاصر وايه، يقول لك خطوتين تخلص الدور. ده كان بالرولز يطلع يبقى ايه؟ ليها الرولز بتاعتها. طيب السي اي يعني الارتفيشال انتليجنس اختصار اي اي، لكن الكمبيوتيشنال انتليجنس اختصار سي اي. السي اي بقى ايه؟ بيتطلب اكستنسيف نيوميريك كوميونيكيشنز، ما بقاش بقى سيمبوليك، بقى كله حسابات. تو ميميك ليحاكي بيولوجيكال سيستمز الانظمه الحيه ان ترمز اوف ليرنينج ادابتيشن اند شيبنج ابيلتيز. يبقى السي اي بيحاكي البيولوجيكال سيستمز من وجهه نظر قدراتها على التعلم وعلى التكيف وعلى اتخاذ القرار. تمام كده؟ طيب ايه بقى الاشكال المختلفه للسي اي في الكمبيوتيشن انتليجنس؟ يقول لك سي اي بارادايمز، الصيغه المختلفه للسي اي. عندك بقى اشكال كتير، احنا كنا رسمين رسمه قبل كده وهتلاقيها رسمه عندك في صفحه 5. اول حاجه الارتفيشال نيورال نتوركس، اللي دي بقى ايه؟ اول ميثودولوجي في السي اي اللي هي ايه؟ بيحاول نحاكي فيها الشبكه العصبيه البيولوجيه في مخ الانسان. ها بيبقى ليه الشبكه العصبيه الاصطناعيه، ويتحط نموذج رياضي لكل خليه عصبيه ونحاول نعمل بقى نتورك منهم ونحل بيها مسائل موديلنج. موديلنج يعني ايه؟ يعني يبقى عندي مثلا ظاهره كده، اي ظاهره سيستم اهو، وفي قياسات في الانبوت وقياسات في الاوت، وانا عندي القياسات دي والقياسات المناظره دي وعايز اعمل موديل للظاهره دي. فليه؟ علشان لما ادخل قياس جديد استنتج او اتنبا بالاوتبوت بتاعي. يبقى ازاي؟ فانا عندي شويه امثله في الانبوت وفي الاوتبوت، وما عنديش في النص اي نموذج رياضي يعمل لي المابنج ده او الترانسفورميشن ده. فالارتفيشال نيورال نتوركس اذا تفضل بقى كميثودولوجي هي تعمل لي المابنج ده عشان تبني لي نموذج انا اعلمها بالاكزامبل اللي تحت ايدي، وبعد ما اوافق على البرفورمانس ميجر بتاعها ان الايرور بقى معقول في الرينج اللي انا عايزه، اروح مدخل باتر جديد ما اتقاسش قبل كده، يقوم يستنتج لي الاوت عامل ازاي. زي ما الناس في الرياضه لو تفتكر حاجه اسمها الكيرف فيتنج. لو انا كان عندي مثلا تخيل كده ايه؟ سنجل انبوت سنجل ظاهره فيها قياس واحد في الانبوت وقياس واحد في الاوت، وانا في التجربه بقيس نقط كده.
كده ايه داله كده تقليديه، ممكن مش هتعدي في كل النقط بس ده اسمه ايه؟ كيرف فيتنج. اقل واحسن كيرف جه في اقل ايرور. الايرور بيتحسب ازاي؟ المسافات كلها، دي مسافات دي، هل النقطه واقعه عليه ولا بعيده شويه عنه؟ احسن كيرف خلاص ده مساله كيرف يعني. دلوقتي بعد ما بنيت الموديل ده وجبت الكيرف ده، ممكن جدا اي اكس ما كنتش قستها قبل كده استنتج الوقت بتاعتها بكام؟ صح؟ موديل، انا ببني موديل. موديل ايه اللي بتديني؟ ارتفيشال نيورال نتورك بتديني الفاسيلتي طبعا. الارتفيشال كلاسيفيكيشن باتل ريكوجنيشن، هو مخ الانسان الشبكه العصبيه اللي بتغلق من خارج المخ، هي اللي بتتيح لنا نتعرف على الاشكال. هو بنفس الطريقه هيبقى الارتفيشال نيورال نتورك بتتيح لنا تاسكات من نوع ريكوجنيشن. وعندك بقى استخدامات ثانيه كتير قوي. بص كده صفحه اربعه، عندك فوق الكلاسيفيكيشن باتل ريكوجنيشن سبيتش ريكوجنيشن ايمج بروسيسنج داتا ماين، شوف كل دي تطبيقات مختلفة للارتفيشال نيورال نتورك، كلها تطبيقات نجاح. ارتفيشال نيورال نتوركس تعتبر موديلنج تكنيكس، تمام؟ يعني ابني بيها موديل اي ظاهرة في الطبيعة وفيها نون لينياريتي عالية ومفيش دالة رياضية بتحكم لي المابينج من الانبوت سبيس للاوت سبيس، اروح احط لها نيورال نتورك واتعلمها في اكزامبلز. وبعد ما اتعلم الكونديشنز اللي انا كديزاينر حاطه، ان التيرور ما يزيدش عن واحد مثلا من 10000 ولا حاجه في التريننج، وواحد مثلا من 1000 تيست، لو انا تحققت الشبكه اللي بتجيب لي الحاجات دي خلاص كده انا وافقت على الموديل ده، اروح مدخل انبوت جيت ما اتقاسش قبل كده ويبقى التنبؤ بتاعه صح. طيب ايه بارادايم تاني؟ صيغه تانيه من صيغ الكمبيوتيشن انتليجنس. شوف هي كلها مرسومه قدامك في صفحه خمسه، انا واخد بلوك بلوك كده. في عندي حاجه اسمها ايفوليوشنري كومبيوتيشن، الحسابات التطوريه اختصارها دي سي، ودي كنا قلنا قبل كده يعني باختصار بتحاكي الميكانيزم التطور في الكائنات الحيه. الكائنات الحيه في كده قاعده بتحكمها في التطور عبر يعني ملايين السنين، حاجه اسمها ايه؟ البقاء للاصلح. سرفايفل اوف ذا فيتست. يعني عايزهم ايه؟ ان الكائنات اللي بتقدر تحصل على غذائها وتدافع عن نفسها هي اللي بتعيش، والكائنات الضعيفه اللي ليس لها ماكل ولا مشرب بتموت. معناه ايه برضه في الاخر؟ ان الصفات الوراثيه القويه هي اللي هتسود والصفات الضعيفه هتتنحى مع ايه؟ مع تقدم الاجيال. صح؟ كائنات هتموت والكائنات القويه هي اللي هتكمل. فبنفس المنطق ده بداوا يحطوا ايه؟ محاكاة للحسابات التطورية، بس مش مبدأ النمذجة بتاعت النيورال نتورك، لا، علشان اوبتمايزيشن سيرشنج تكنيك. أنا كنت قلت لك قبل كده ممكن أعمل لك دالة مثلا اف اكس واي وزد ودبليو، دالة ضخمة وعاوزين نعمل لها إيه؟ نجيب لها جلوبال مينيموم. لو المنظر ده فضلته وسويته بصفر ما اضمنش، ممكن تبقى الداله متعدده القمم والقيعان، وعند اي لوكال مينيموم تروح جايبه التفاضل بصفر وتقف العمليه كلها. يعني انا ممكن ارسم في سنجل دايمنشن حاجه زي كده. بص كده الداله دي اف اكس اكس، بص كده المنظر ده ايه ده؟ طب انا عارف ان هو لما رسمتها عرفت ان هو ده الجلوبال مينيمم اللي انا عايزه. هي دي الاكس ستار وهي دي الاف ستار. بس انا الداله دي لما افاضلها كل المناطق دي انا كنت بفاضل واسيبها صفر، هيطلع لي نقط كثيره. ولو انا حتى شغال بالاسلوب اتريشن ان انا ايه؟ اقف عند نقطه واحسن يعني اكس واحد واحاول ايه اتحرك كده اروح لاكس 2 لغايه لما ايه يقف لوحدها، برضه ما اضمنش ان اروح خابط في لوكال مينيمم قبل ما اروح للجلوبال مينيمم. فلا كده نافعه ولا كده نافعه. ما بالك بقى ده سنجل دايمنشن يعني داله متغير واحد. ما بالك بقى لو ان اسال مش هعرف اقسمها. بس في الرياضه المفروض ان انا اعرف الجلوبال مينيمم بتاعها. تيجي بقى ايه الايفوليوشن
الكمبيوتيشن للكمبيوتيشن زي. واشهر صوره ليها الجينيتك الجوريزم، الخوارزميات الجينيه. في صور تانيه كتير اللي مش انجلش بس اشهرها الجينيتك الجوريزم. ايه؟ تفترض بالداله دي عدد من الحلول. يعني ايه؟ الداله دي في السبيس ده اروح كده ايه راندوم كده نطور 30 نقطه في السبيس. كل النقط مش حلول بس نقط ممكن اجيب قيمه الداله عندها. نقول ايه؟ كانديديت سوليوشنز، حلول مرشحه. وهي مش حلول بس ايه الهدف؟ يعني ان انا بخلق بوبيوليشن، مجتمع من الكائنات او من الافراد. كل كائن فيهم عباره هعبر عنه سترينج او كروموزوم. يعني عشان ايه نحاكي بقى الطبيعه بقى. فمثلا لو انا عندي الداله في اربع ابعاد كده اهو، الكروموزوم اللي بيعبر عن اي نقطه في السبيس هو الكوردينيت بتاعها. يعني اهو اكس واي زد دبليو، اربع جينات، فور جينز، السترينج او الكروموزوم، الشريط الوراثي اللي بيعبر عن كل سوليوشن هي نقطه في السبيس. هو يكفي الاربع احداثيات بتوعه بس. طب وبعدين يعني الفتنس بتاعت هذا الكائن كام؟ اعوض في الداله واشوف جابت كام؟ وانا عاوز اقل حاجه اروح اقسم عليه. يعني دي واحد على اف. يبقى كل سترينج من دول او كل كروموزوم من دول الفتنس بتاعته مقلوب قيمه الداله. لو كل ما يقرب من الصفر هتبقى الفتنس عالي قوي. حلو. ويبقى انا ايه ال 30 نقطه دولت ب 30 كائن عرفت كل واحد في مكانه الفتنس قد ايه بتاعه. يجي بقى ايه مفهوم الايه؟ التزاوج في الكائنات الحيه. ان ايه؟ لو عندي بقى كده بوبيوليشن بقى بي 1 بي 2 لغايه مثلا بي 30 وكل واحد بالكروموزوم بتاعه. كل واحد الفتنس بتاعته، واحد على اف 1، واحد على اف 2، واحد على اف ان، كده 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 اهو اكس 1 واي 1 زد 1 دبليو 1 اكس 2 واي 2 زد 2 دبليو 2. انا مرتبهم من اقوى واحد، اقوى واحد ده اعلى واحد، يعني ده اكبر قيمه، يعني دي اقل قيمه. طيب ازاي يتم الكومباينيشن بقى عشان اعمل ريبرودكشن؟ اولد جيل جديد من النقط. انا عندي 30 نقطه في السبيس اعتبرتهم هم دول المجتمع بتاعي اللي هو ايه مفترض ان انا اولد فيه وتعمل تزاوج وينشا لي مجتمع اصلح. والنقط بتتنقل في السبيس لغايه ما بتروح عند الحته اللي هي جلوبال ميموري. فلو هم دول يقول لك ازاي بقى؟ المفترض ان اعلى واحد في الفتنس ده اسمح لي انه اكتر واحد يتزاوج مع الايه؟ مع الباقي. عشان الصفات القويه بتاعته تسود. شوف بقى ازاي؟ والادنى واحد ده يبقى ايه؟ احتمال ان هو يتم انتقاؤه عشان عمليه التزاوج قليله قوي. ويبقى القصه كلها كانها ايه؟ راندوم نمبر كده ايه؟ تعمل له جنريشن كده في الالجوريزم كده في كلمه ظاهره. بص المنظر ده كده اللي هي ايه الرول الدويل ده، الناس اللي بتلعب قمار في الفنادق يعني بنرجعوا بيهم معظمهم يعني. بس اللعبه كده يعني كل بقى بص الفتنس العالي هيبقى هقسم الدايره دي ها باي كانه باي شارت بنسب الفتنس. فهتلاقي مثلا ايه دي واحده، بص كل القطاع ده بتاع دي واحد، بعد كده ايه؟ باثنين، بعد كده بقى ايه؟ بثلاثه، روح بقى كده. طب وبعدين يعني؟ كانك بالظبط لما ايه؟ بترمي كوره احتمال انها تقع هنا عاليه قوي. بيبقى كده كل مره ينتخب. يعني ايه؟ ممكن يتم اختياره علشان يتبادل صفاته الوراثيه مع كائن ثاني اكتر من مره. لان احتمال ان الكره تقع ونحرق ظهره راندوم فانكشن وارميها كده. ها؟ واكيد ده هيبقى ايه؟ فرصه اكتر. فيتم انتخابه تاني. طب دي يبقى ايه؟ ضمنت له ان صفاته كويسه. يعني ايه؟ النقطه اللي واقع فيها في الجسم حلوه.
الاكس بتاعته والواي مع الزد مع الدبليو، لا النقطه دي حلوه، فانا عاوز ايه كل يحاول يعني يبقى حواليه. طيب لو انا اخترت ده، طيب ادي مثلا دي واحد مثلا مع دي اثنين، طب ازاي هيتم تزاوج عشان اولد اوف سبرينج او تشيلدرن جداد؟ اهو بص اكس واحد واي واحد زد واحد تدري واحد اكس اثنين واي اثنين زد اثنين. اول حاجه التهجين، حاجه اسمها ايه؟ كروس اوفر اوبريتور. كروس اوفر يعني التهجين. فمثلا لو انا هعمل الكروس اوفر عند النقطه دي مثلا، يعني ممكن عند اي نقطه برضه، رقم نمبر يعني، هنا او هنا او هنا، ايه اللي هيحصل؟ يعمل سوابينج ده مع ده ويطلع اوف سبرينج، نسميه اوف سبرينج واحد مثلا بالمنظر اكس واحد واي واحد زد اثنين دبليو اثنين، اوف سبرينج الثاني العكس بقى اكس 2 واي 2 وزد 1 ودلتا 1، نقطتين جداد خالص، بس اخدوا من البيرنتس بتوعهم صفات وراثيه، وبقت لوكيشنز جديده في السبيس، ويتحسب لهم فيتنس فانكشن وعوض الفانكشن واحسب القيمه بتاعتها كده بقى. مثلا لو هم داخلين ولا ايه؟ كله كده مش كويس كمان. فمثلا لو هم 30 كانوا الانيشال بوبيليشن 30 مثلا بقوا 60 وكلهم محسوبين فيتنس، اروح واخد احسن 30، هيبقى شويه بيرنتس من القدام مع شويه اوفسبرينج من القدام، وبقى عندي ايه؟ جيل جديد، جنريشن جديد. هتلاقي بقى ايه؟ فاللي هيحصل ايه بقى؟ بقى في جنريشن اتنقلت النقط لمكان تاني في السبيس، هتلاقي ايه؟ كل شويه الوضع بيتحسن. ازاي؟ النقط اللي واخده الفيتنس بتقل عموما للبوبيليشن كلها، مثلا بعد 30 جنريشن تلاقي راح كله اتكون حوالين النقطه الجلوبال، يمكن ما رشقش بيها بس جاب لك نيو اوبتيمال سوليوشن، استحاله كنت تجيبه بطريقه الجوريزميك. ازاي؟ واللي هيحصل ايه؟ ان انت بقى كديزاينر بتحدد عايز البوبيليشن كام انديفيدوال، عاوز تتمنف بعد كام جنريشن، دي حاجات بتاعتك انت. وفي الاخر انت ليك ايه؟ انك تقرب قوي من الجلوبال منه. ما تضمنلكش انك هترشق فيه، بس هتجيب سوليوشن عمرك ما كنت هتجيبه اجريسيف. شوف بقى ازاي؟ فايه؟ ف ليه جيناتيك الجوريزم بتشتغل؟ بقى نظريه رياضيه اثبات ليها. طبعا احنا مش هنتكلم في الموضوع الاساسي، بس بقول لك كده كايه كبارادايم للسي اي، يعني يقول لك ايه؟ ليه الجينيتيك الجوريزم ناجحه؟ بتنجح ليه؟ بص في الجمله اللي جايه دي، عشان هي ايه؟ بتقال له ايه؟ مور individuals to the most promising regions in the search space. يعني مع كل جنريشن بيتحركوا النقط to the most promising regions in the search space، للمناطق الممتازه في السيرش سبيس، بيتيح الميكانيزم بتاع الجينيتيك الجوريزم ان النقط اللي هي كانت في الاول سوليوشنز يعني ما وحشه تتنقل لنقط واعد مناطق واعده في الايه؟ في السيرش سبيس. بتالوكيت مور individuals the most promising regions in the search space. ال evaluation and computation مش modeling technique. The searching technique او optimization technique. الناس بتوع العمليات شغالين بعنف الكلام ده. طب والله حتى كده هو انا ازاي اعرف امتى يعني انهي جنريشن توصل؟ انت عاوز انت كل يعني لو حصل لو انت تعرف من الاول الاكزاكت سوليوشن هيبقى عارف انت مثلا من الصفر
ده جلوبال مينيمم. فلو جات لك في الجنريشن نمبر 30 قال لك ان الكل انديفيدوالز بقوا حوالي 10 اس ناقص 9 خلاص وانت راضي خلاص ماشي. طب افرض انت مش عارف اساسا الجلوبال مينيمم في كام خلاص انت هتقعد ترن لغايه لما تلاقي ايه حصل ساتوريشن بقت كل النقط تقريبا الفيتنس فرق الفيتنس بينها حاجات لا تذكر يبقى كده خلاص ران خلصت. هتعمل كذا ران لو لقيت خلاص يعني هي متوسط منطقه معينه هتجيب سوليوشن هتتاكد ان هو صح ازاي ان انت هتعمل مثلا 20 ران ولا حاجه كل ران 30 جنريشن مثلا او على حسب ما انت صعوبه المساله وتشوف في الاخر احسن ران جابت لك ايه او الافريج بتاعها والستاندرد ديفيشن تاخد شويه كده حاجات احصائيه عشان تتاكد ان ايه ان في مصداقيه احصائيه للحل. طيب برضه ده يعني ايه بناكد انها سيرشنج تكنيك او اوبتمايزيشن تكنيك ما هياش موديلنج تكنيك زي النيورو. تمام انا ممكن اخد النيورو اللي علمها بجيناتك دي قصه ثانيه ماشي. طيب فوزي سيستم ده برضه برادايم من الارتفيشال كوكنس من الكمبيوتيشنال انتليجنس ده ان شاء الله هيبقى موضوعنا في الفصل الثاني باذن الله. فوز السيستم بيحاكي ايه؟ بيحاكي قدره الانسان على اتخاذ قرارات في اجواء من عدم الدقه وعدم التيقن. الانسان بياخد قرارات راشونال معقوله معقوله في حياته اليوميه رغم ان كل البيئه اللي حواليه كلها امبريسيشن عدم دقه. وانسرتينتي عدم تيقن. مع ذلك قابل ان ياخد قرار معقول راشنال مش هقول اوبتيمال بس راشنال ديسيجن. الحته دي قدره هائله في الهيومن مايند انه ايه؟ يقول لك توليرانس اوف امبريسيجن الهيومن مايند عنده القدره على استغلال ما يسمى هامش عدم الدقه. التوليرانس اوف امبريسيجن ده مش وصمه عار في الكمبيوتنج تكنيك لا ده حاجه مرونه عاليه جدا انه يقدر ياخد قرار معقول رغم ان ايه في عدم تيقن وعدم دقه باسلوب الايه ابروكسيميت ريزوننج استدلال تقريبي توليرانس اوف امبريسيشن هامش عدم الدقه ده يستغله انه ياخد قرار برضه ما كده يعني. فده هيبقى موضوعنا طبعا ايه الفوزي سيستم بقى زي النيورال نتورك موديلنج تكنيك يعني برضه ظاهره غير خطيه في الطبيعه ليها انبوت سبيس واوتبوت سبيس وقياسات الانبوت وقياسات المصدر في الاوتبوت وما عنديش في النص اي داله رياضيه او يعني معادلات رياضيه تعمل لي الماجنج ده. عايز ابني الموديل ده ممكن يكون ده تنبؤ اسعار اسهم في البورصه مثلا او تنبؤ بالمناخ او بفيضان النيل ولا حاجه والمنطقه اللي في النص دي ما او يمكن ليها موديل رياضي بس عنيف جدا سيستم اوف بارشال ديفرنشال ايكويشن حله صعب اساسا. فيقول لك لا اهجم عليها بقى بايه؟ بالاسلوب بتاع الهيومن مايند. حط كده في النص كده ايه؟ شويه كده ايه؟ لينجويستيك رولز ها؟ هي اللي تعمل لك الابروكسيمت ريزوننج من الانبوت والاوتبوت وتطلع لك راشوناليزيشن مش لازم اوبتمايزيشن يعني راشوناليزيشن. اف تمبريتشر از هاي زين بريشر از لو مثلا يعني وايه هاي ولو دي حاجات الهيومن مايند هو بيقدر ايه؟ يعني يتعامل معاها. يبقى ازاي؟ هنعرف ازاي الكلام ده ان شاء الله. طيب. سوارم انتليجنس. ذكاء الحشوش. ده اللي هو بقى ايه؟ هو على فكره قريب من الايفوليوشنال كومبيوتيشن. بمعنى ايه؟ ان سواء الايفوليوشنال كومبيوتيشن او سوارم انتليجنس اللي هو بيحاكي الكائنات الحيه اللي بتعيش في المجتمعات. هو الاثنين يعتبروا population based searching methodologies. تاني population based searching methodologies يعني ايه؟ الحل اللي انا بدور عليه انا بسيرش وبدور سوارم انتليجنس على فكره زي الايفوليوشن كومبيتيشن سيرشنج تكنيكس او اوبتمايزيشن تكنيكس. برضه الميكانيزم ان عندي population of solutions او of individuals ها ويتفاعلوا مع بعض ويولدوا لي population تاني. وتالت وامشي كده كذا اديشن لغايه لما الاقي ايه ان الفيتنس بتاعت الانديفيدجوالز في البوبليشن الاخرانيه بقت عاليه قوي. اتفضلي. فسوارم انتليجنس بقى ايه؟ ممكن تلاقي مثلا يقول لك ايه؟ انت الجوريزمز خوارزميات النانو يبتدي يتحط نماذج رياضيه وايه؟ سيميوليت
مثلا بيلاقي الاكل بتاعه الشورت ستباس بروبلم دي اللي هي من الاساسيات اللي هي الجلاس بروبلم يعني الجراف زيرو يعني لو عندك جراف في نود ايدجز وعاوز نعرف الشورت ستباس ما بين ايه انيشال نود وفاينل نود. في معرفش انت درس حاجه اسمها دايجكسترا الجوريزم او حاجه زي كده، ده كان بيبقى باسلوب الجوريزمك بيلاقي الشورت استباس بار الشورت استباس ما بين اي تو نودز يعني. بس الكمبيوتيشنال كومبلكس عالي، كل ما عدد النودز بيزيد بتبقى مشكله. فيجي بقى في الطبيعه نلاقي ايه ان النمل ممكن جدا لو انت حطيته كده يعني لو هو خارج من العش بتاعه كده راندم كده كل نمله ماشيه في اتجاه بعد فتره كده كله انتظم في خط وراح في حته واحده وعرف السكر فين ولا وتقدر في البيت عندك لو عندك نمله يعني كل شويه السكر في اي حته كده وشوف التجربه هتوديك فين. فالبيحصل ايه بقى؟ اكتشفوا ان في نموذج رياضي بيحكم ايه حركه النمله، لان النمله لما بتمشي بتنفذ حاجه اسمها فيرمون كيماويه كيميائيه متطايره بتفضل في الهواء شويه بحيث لو في نمله وراها جايه وشمتها تمشي في نفس اتجاهها. فمثلا لو النمله خرجت من العش بتاعها وراحت ولقت الاكل بس بعيد قوي ما حدش خارج تاني هيعرف يوصل لها ليه، لان هيكون الفيرمون متطاير خلاص. لكن لو لقيته على مسافه قريبه هيكون لسه الايه؟ الفيرمون عالي، فاي نمله خارجه تانيه هتمشي في الاتجاه اللي فيه الريحه دي. فبيعثروا على اقصر طريق المنظر ده. نمل كتير يخرج كده على غير هدى، والنمل اللي لقى اكل في اقرب مكان كله هيروح له بعد كده. وبالتالي تطبيقات بقى فظيعه بقى في الداتا كوميونيكيشن نتورك وحتى في الرود ترافيك نتورك شبكات المرور واقصى مسار. كلمه اقصى مسار مش مقصود بيها اقصى مسار مسافه، ممكن الليست اقل قسط. ما ممكن تبقى ايه الشبكه لو انت شبكه مرور والميادين وشوارع وهاي واي مش عايز كده ممكن يبقى فيه طريق قصير بس عليه حادثه. فالقسط بقى عالي عليه قوي فما يتفقش ده ايه الاقل قسط. القسط بقى التيرمز اوف ديستانس التيرمز اوف التيرمز في اي حاجه. خلاص؟ فده بس مثال. طب ده النمل. في بقى النحل برضه ازاي بيعبر على حقل الزهور اللي دي احسن رحيق ممكن ياكل. النحل بيطلع كده وايه عايزين فين الحقل ياخدوا منه الرحيق. فالنحل اللي يلاقي حقل على مقرور من بقيه من الخليه بيرقص بطريقه معينه بيقعد يلف فالناس بتتفاجئ الخليه تعرف تروح ازاي. معادلات رياضيه بتطبق الالجوريزم وبرضه يبقى ده اللي عايزين نعملها اوبتمايزيشن ويتحط حلول كده. وفي بقى ايه كمان تقريبا في 120 الجوريزم بيحاكي 120 كائن مختلف. عندك بقى ايه اللي يقول لك الذئب الرمادي جراي وولف ازاي الذئب لما بيجي يصطاد الفريسه يطلعوا ثلاث ذئاب من كل جنب كده يعني هو اثنين جنبها واحد وراها ويحلقوا عليها لغايه لما ازاي تحقق في سوليوشن بالطريقه دي قصه. الحوت الاحدب ازاي الحيتان والمحيطات لما تيجي تاكل السمك طبعا السمك بقى ايه يعني طيار سمك ماشي كده بتعمل ازاي دوامه كده ها والسمك صوت اللي راح فاتح بقه قصه دي. وبقى في البات الجوريزم خفاش الخفاش اللي هو الجوريزم تخيل وفي بكتيريا ليها الجوريزم 120 حاجه بس في حاجه واحده لسه ما جاتش الصراصير. عايزين حد بقى من نوبه يعمل لها الالجوريزم. وعندك صراصير في البيت دلوقتي مش هنحلها خالص. ماشي دكتور هو ممكن اكتر من باراجايم ان هو يشترك في كذا ابلكيشن؟ ايوه استنى بس لا يعني ممكن الاثنين يشتركوا مع بعض. انا قلت لك لسه بقول لك ايه ان ممكن الجينيتك الجوريزم تعلي فيه ولا طيب فايه السوارم انتليجنس قصه كبيره قوي قوي قوي. وعندنا بقى ناس كتير ماجستير ودكتوراه في الكلام ده.
artificial immune systems برضو من البارادايمز بتاعه الكمبيوتيشنال انتليجنس. ايه بقى نظام المناعه الاصطناعي؟ بيحاكي نظام المناعه البيولوجي جسم الانسان. ازاي ما بتخش مكروه في الجسم الكرات البيضاء بتروح هو ما يعني بتريكوجنايز الميكروب وتسيب الخلايا الجسم يعني ايه بتعرف الدخيل فين بتريكوجنايز الايه الجسم الغريب اللي دخل وتحوطه وتموته. فالميكانيزم ده اتعمل له نموذج رياضي وقام بقى يستضعف السكيورتي بقى الناس الانترودرز بقى على الشبكات وكده ها يعرف بالظبط مين القرصان اللي دخل مين المترصص اللي دخل ويخش ايه ويجيبه بقى ارتفيشال ايميون سيستم. عندك في صفحه 5 يعني كروبي كده بسيط لايه للماشين انتليجنس ميثودولوجيز. الملاحظه بتقول لك ايه التقسيمه دي ممكن تلاقي بعض الباحثين بيقسموا الدنيا بيعملوا كاتيجورايزيشن بطرق مختلفه. ممكن مثلا يقول لك ايه الايفولوشنري كومبيوتيشن ده انا هنقول عليه فري اوبتمايزيشن ميثود اللي هو ايه مش محتاج تفاضل. يروح واخده لوحده بره كده لوحده بيعمل له ايه تقسيمه تانية بعد ما يدمر له ايه السيميوليتد الانمي والدبليو سي اتش. يقول لك انا في الصفحه كده اهو بص كده الصفحه هتلاقي ايه في تقسيمه كده حاجه اسمها فري اوبتمايزيشن ميثود بيعمل اوبتمايزيشن من غير ما يكون محتاج يفاضل داله مفيش تفاضل في البوبوليشن سيرشنج ميثودولوجي. هتلاقي ايه ان الايفولوشنري كومبيوتيشن الايفولوشنري كومبيوتيشن تحتيها في جيناتيك الجوريزم في جيناتيك بروجرامينج في ايفولوشنري استراتيجيز. الجيناتيك الجوريزم احنا قلناها جيناتيك بروجرامينج ده ايه بقى القصه دي برضه لو انا بكتب كود في برنامج لو انا طلبت من كل واحد يكتب كود للبرنامج كل واحد هيديني كود مختلف طب مين احسن كود؟ مثلا اقل الاستراكشن مثلا تيجي ازاي دي هديك بس مثال بسيط لكن الدنيا اكبر كده بكتير. الجينيتك بروجرامنج هتعمل ايه؟ لو انا مثلا عندي ايه اربعه فاريبلز وايه كل واحد معروف له قيمه يعني عايز اولف توليفه كده اكسبريشن رياضي ايه زائد بي ناقص سي على يعني ايه معايا كل الاربع عمليات حسابيه او اكتر يعني معايا شويه عمليات حسابيه معايا شويه فاريبلز وعايز اعمل توليفه كده من الفاريبلز والعمليات الحسابيه عشان اطلع اكسبريشن كل اكبر قيمه مثلا مثال اهو يعني مثلا ال A وال B وال C وال D اربع متغيرات كل واحد ده بخمسه ده بسته ده بسبعه ده بثمانيه. طيب انا عايز اعمل توليفه اقول ايه اقول اف بي على سي زائد عاوز اعمل حاجه كده تجيب لي اكسبريشن رياضي لما اعوض بالقيم دي يجيب لي اكبر قيمه. مساله كده فالناس هتفهم عليها ازاي؟ اعملها ازاي؟ انا اقعد اقول يعني تباديل التوظيف وهذا؟ لا. يقول لك ارسم افترض بوبوليشن يعني اربع او خمسه اكسبريشنز مثلا افترضهم وكل واحد هيطلع قيمه فيتنس انها فيتنس ارسم لكل اكسبريشن البارس 3 بتاعته. خدتوا بارس 3 ولا لا؟ حلو قوي كده ونازله ومش عارف ايه والعلامات اللي هي الحسابيه موجوده ماشي كده كل واحد كده بارس 3 وبعدين انا عارف بقى الفوكس هنا عاليه وهنا واطيه يعني بنفس مفهوم الجيناتيك في بارس 3 عاوز حلوه جايبه لك قيمه عاليه عاوز دي انقل من خصائصها لبقيه للجيل الثاني الجنريشن اللي طالع الثاني يروح لك ايه يقطع الفرع اللي ماسك اليمين ده واعمل له سوابنج مع الفرع اليمين ده يبقى ازاي بنفس المفاهيم دي بس بقطع فرع وبشيله فرع كامل ها ويشيله من هنا ويعمل سواب ويجيب فرع ثاني مكانه ويطلع ايه جيل ثاني بارس تريس ثانيه لمجموعه اكسبريشنز جديده ها واحسب لها قيم هلاقي ان الايه متوسط القيم بيتحسن وخليهم بقى يجروا مع بعض كده لغايه لما في الاخر هيجي لك ايه الاكسبريشن ما كنتش ابدا تتخيله هو ده اللي بيجيب لك اكبر قيمه. ده مثال حسابي لكن بقى ممكن جدا بقى تلاقي ايه امثله ثانيه في اكواد برامج بقى بالمنظر ده. ارسم بارس 3 لكل برنامج
واعمل القصه دي. يعني انا اشتغل على البارس 3 البارس 3 هي هتبقى الفورميوليشن بتاعت البروبلمز في عالم الجينيتك بروجرامنج بتبقى البارس 3، لكن في عالم الجينيتك الجوريزم بتبقى سترينز. بس ازاي؟ ما هو برضه على فكره البروبلم فورميوليشن فن مش علم. يعني الديزاينر وخياله هو اللي ايه بياخد حاجه زي كده. واحد خياله خصب فعرف يعمل فورميوليشن للمساله، واحد مش عارف. فده مثال لجينيتك بروجرامنج، ازاي البرامج بقدر ايه احسن فيها. الايفولوشنال استراتيجيز، احنا كنا قلنا في جينيتك الجوريزم قلنا مثال على كروس اوفر اوبريتور اللي هو بيسواب السيجمنتس مع بعضيها، ده اسمه ايه؟ تهجين. كروس اوفر يعني تهجين. في حاجه ثانيه اسمها ميوتيشن، طفره، ان ايه ارمي كده ظاهره كده وتبقى ايه بقيمه صغيره، يعني واحد من 1000 مثلا. ولو حد جاي اقل من واحد من 1000 على الكروموزوم ده اروح مثلا ايه جين مثلا واحد اقلبه صفر او صفر اقلبه واحد، طفره كده وقليل قوي. يعني استدعاء الطفره ممكن ان كذا اتريشن يعدي من غير ما يحصل طفره. ايه الطفره يعني؟ تعمل ايه الطفره دي؟ مفيده في ايه؟ ان ممكن لو حصل ساتوريشن للبوبوليشن وبقى كل الانديفيدوالز متركزين في حته واحده كده في السبيس، مفيش قاعدين بس يبدلوا كانها هضبه، فالارتفاع الداله واحد، مفيش يعني مفيش حاجه بتسقط تاني. فالميوتيشن دي تتيح للانديفيدوال يقفز من المكان ده ويروح في حته ثانيه في السبيس، يقوم يحرك الدنيا ثاني. تبقى ازاي؟ دي اسمها الطفره. ف الايفولوشنري بقى استراتيجيز الاي اس دي كانت كلها شغاله على ميوتيشن. يعني تاريخيا كانت شغاله ميوتيشن ايا كان. طب ايه بقى السيميوليتد انيلينج دي؟ احنا كل ده في البري اوبريشن مش دي كانت بتحاكي حاجه في الجهاز زي كده اللي اسمها تلدد. يعني لو مثلا في معدن كده وله خصائص فيزيائيه وكيميائيه، لو انت سخنته لدرجه عاليه جدا وبردته بسرعه يجي له خصائص ثانيه. يبقى ازاي؟ يجي له خصائص ثانيه، التبريد السريع ده. فعملوا محاكاه للقصه دي ان هو ايه؟ ممكن جدا يبقى كانها السوليوشن افترض سوليوشن واتعامل معاه كان انا ايه؟ بس بعمل كده اكشن كده على المعدن ده ويعمل حاجه يجي لي ايه خصائص؟ يجي خصائص جديده للنقطه دي في السبيس بناء على الميكانيزم بتاع السيميوليت يعني. فده كانت موجود برضو وسيرشنج تكنيك وبتبحث عمليات شغاله في بعون فيها. بس هو ايه؟ نقطه واحده مش بوبيوليشن، نقطه بيحسنها. الباقي كان بوبيوليشن. الايفاليوشن الكمبيوتيشنز كلها بوبيوليشن بيست سيرشنج ميثودولوجي زي سوارم انتليجنس. التابيو سيرش برضو راندوم سيرش في السبيس عشان اجيب الاوبتيمال سوليوشن. بس ايه اللي بيحصل بقى؟ راندوم سيرش كده وخلاص؟ لا، علشان اوفر وقت انا ممكن ايه كل شويه ايه راندوم لي اجنريت نقطه كده واشوف الداله عندها كام واقعد احسن لغايه لما الزق اللوكال منها واقف. طيب وسيفت الايه الحل بتاعي، اجي اعمل راندوم نمبر ثانيه كده او لوكيشن ثاني. لو طلع لي هو ما خدوش بقى كان معايا كان راندوم سيرش بس معايا ذاكره معايا عشان ما اكررش نفس خلاص. ده التابيو سيرش. كل دول ما فيش تفاضل فيهم ولا حاجه، مجرد بس ايه بقى بحسن اللوكيشن بتاعتي. عشان كده في بعض الباحثين وبعض الكتب بيصنفوا الايفولوشنري كومبيتيشن الفري اوبتيميزيشن. وفي بعض يقول لك ايه ديريفاتيف فري زي الكوليسترول فري كده، ديريفاتيف فري يعني ما فيش فيها تفاضل. ماشي؟ طيب نرجع تاني ملاحظه. بعض الباحثين بيفضل ان هو يكلاسيفاي سوارم انتليجنس درجه السير. ان هو ما يصنفش سوارم انتليجنس كمبيوتيشن انتليجنس بارادايم، لا يصنفه كانه ايه ارتفيشال لايف حياه اصطناعيه. ان انا ايه بحاول احاكي كائنات حيه في الطبيعه في العيش في التجمعات احاكيها على المبيوت السوفت وير كائنات حيه ارتفيشال لايف. في بعض الناس بتصنفها كده.
بس في كومبلكس فانكشنز كتيره يعني. ايا كان المحاكاه الارتفيشال لايف بيضم ليها سوارم انتليجنس مع السيرفر كونتا. انا في سوارم انتليجنس حاطط لك كده شويه حاجات كده بس انت على سبيل المثال يعني خمسه اللي هو الانتي كولوني اوبتمايزيشن امثاليه في استعمارات النم، بارتكل سوارم اوبتمايزيشن دي اس او اللي هي ايه امثاليه حشود الجزيئات اللي هي بتحاكي اسراب الطيور في السماء او اسراب السمك في المحيطات هي بارتكل بي اس او. في عندك مثلا الدي كولوني اوبتمايزيشن اللي هي امثاليه مستعمرات النحل، الباد الجوريزمس خوارزميات الخفاش، فاير فلاي اللي هي زي فراشات النار زي كده. فايه في بقى من في 120 الجوريزم في الحته دي. طيب ثالث حاجه الكمبيوتيشنال انتليجنس مكانه ايه في الكمبيوتيشنال ساينس؟ في حاجه اسمها الكمبيوتيشنال ساينس كده علوم الحوسبه يعني. بص كده في الصفحه اللي هي الصفحه السابعه شوف كده الكمبيوتيشنال ساينس دي محتاجه دوائر كتير. هتلاقي مثلا دايره خاصه بالاحصاء الاستاتستكس دي يعني مواضيع خاصه بالاستاتستكس والريجريشن. وفي ارتفيشال انتليجنس دايره ثانيه هي اكسبرت سيستم اوتوماتيك. وفي الديترمينستك ميثودز كل بقى شغل اللي هي الاوبتمايزيشن بتاع الفشل العمليات بقى دايناميك بروجرامينج ولينير بروجرامينج. وفي حاجه اسمها الفيزيكال ميثودز زي اللي لسه قايلينها اللي هو ايه المحاكاه اللي هي قوانين الفيزياء. موضوع الفيزيكال ميثود ده في حاجات كتيرة جدا. في ناس عاملين الجوريزمات بقى ايه بتحاكي الجاذبية جرافيتيشنال زيرشنج ميكانيزم يحاكي ان في يعني زي كده ايه تواتر يعني كان ليه الحل الامثل ليه بيحاول يبقى فيه جاذبية جرافيتيشنال فورس بينه وبين النقطة التانية وبالقانون بتاع نيوتن يحاول ايه يعمل ميكانيزم يولد حلول لكذا جنريشن. ففي في موضوع الفيزيكال ميشن ده يعني حاجات في حاجه اسمها دروب ووتر دي حاجه النطق النطق الميه لما بتسقط كده في المطر ليها برضه ميكانيزم في برضه اوبتمايزيشن. فبرضه هنا في بس بتاع 30 40 طريقه محسوبه على الكمبيوتيشنال ساينس. تلاحظ بقى الكمبيوتيشنال انتليجنس نازل في النص كده ها متقاطع مع الدوائر دي. هتلاقي بقى ايه؟ هو اساسا معنى النيورال نتورك وفازي لوجيك وحاجات زي كده، بس حاجه قطع مع الارتفيشال انتليجنس في موضوعين الماشين ليرننج والباترن ريكوجنيشن. وهيتقاطع مع الاستاتستكس في الباترن ريكوجنيشن وفي الكلاستر، شوف ازاي؟ هيتقاطع مع الديترمينستك ميثود في حاجه اسمها سبورت فيكتور ماشين. هيتقاطع مع الفيزيكال ميثودز في حاجه اسمها انفورميشن ثيوري وجيبس سامبلنج كده. فده بس ايه عشان تعرف بالظبط الكمبيوتيشن انتليجنس ازاي مكانه في الكمبيوتيشن ساينس. طيب صفحه 8 عايز اقول لك ايه؟ ملاحظه كده بيقول لك ان كل بارادايم من البارادايمز بتاعت الكمبيوتيشن انتليجنس لها قوتها يعني مزاياها وعيوبها لها مناطق قوه ومناطق ضعف. وبالتالي ممكن جدا يبقى التو بارادايمز ادمجهم مع بعض. انا قلت لك انا ممكن اعلي من النيورال نتورك بالجينيتيك الجوريزم. فازاي؟ يعني عايزين نقول ايه؟ ان البارادايمز دي كلها السير دي كلها او الميثودولوجيز المنهجيات دي كلها بتكمبلمنت اتش اذر مش بتكونتراديكت اتش اذر. تمام؟ ان حتى الفازي والنيورال نفسهم مش كل مودي بتكنيك ممكن اعمل منهم فازي نيورال مودي. تبقى ازاي؟ فكل الميثودولوجيز دي او البارادايمز دي كلها بتكمبلمنت اتش اذر. ممكن جدا جدا باحث يحتاج انه يعمل كومباينيشن بين تو تكنيكس او اكتر علشان يحل المساله بتاعته. تمام؟ طيب طبعا بقى ايه السي اي ميثودولوجيز بقى دي تطبيقاتها في كل ميادين العلم بقى من البايو انفورماتكس بايو كيمستر انجينيرنج بكل انواعها ميكانيكال الكترونيكال والسيرفيك كله. طيب برضو احنا بنحاول نشوف التعريفات المختلفه مش علشان نحفظها عشان بس يبقى الباك جراوند عندك. فلو احنا عايزين نحط ديفينيشنز بقى
ايه ايه الحوسبه النهائي سوفت كومبيوتنج هو في حاجه اسمها هارد كومبيوتنج سوفت كومبيوتنج تعال نشوف كده ايه الفرق بينهم الهارد كومبيوتنج بص الديفينيشن عامل ازاي اتز تراديشنال كومبيوتنج هو الحوسبه التقليديه which is basically concerned with اللي هي متعلقه اساسا ب بريسيشن دقه سيرتينيتي يقين ريجور صرامه for finding solutions to practical problems دي الحوسبه اللي متعارف عليها دقه ومفاياته وكل حاجه اسمها هارد كومبيوتنج طب ايه بقى السوفت كومبيوتنج اتز ا كومبيوتنج ميثودولوجي منهجيه حوسبه بتستغل which exploits التوليرانس اوف امبريسيشن تستغل هامش عدم الدقه السوفت كومبيوتنج تختلف عن الهارد كومبيوتنج انها بتستفيد وبتستغل هامش عدم الدقه التوليرانس اوف امبريسيشن انسرتينيتي الابروكسيميت ريزونينج استدلال تقريبي اند بارشال لوس فور اوبتينينج يعني الصواب الجزئي عشان تحصل على ايه لو كوست اكسبتابل سوليوشنز يبقى السوفت كومبيوتنج مش عايزه يعني ايه هاي بريسايز سوليوشنز لا عايزه يعني اكسبتابل سوليوشنز ات لو كوست اكسبنسيف يعني زي ما الهيومن مايند عايز راشونال ديسيشن قرار معقول مش اوبتيمال ديسيشن تمام معظم السي اي بارادايمز معظم صيغ الكمبيوتيشنال انتليجنس او منهجيات الكمبيوتيشنال انتليجنس بيشار لها كانها سوفت كومبيوتنج ميثودولوجي معظم الايه الريفرنسز بتشيلوها حتى تعالى كده في الصفحه التاسعه كده هتلاقي ايه السوفت كومبيوتنج ميثودولوجيز تحت هي الارتفيشال نيورال نتوركس فور سيستم جينيتيك الجسمز اسمها الروبوتكس والويفلتس بنقول الروبوتكس احنا هنعرف بعد كده ملاحظة هو بقى الراف سيتس دي اللي هي الفئات الخشنة ها والفازي سيتس الفئات الفازية أو الطبيعية الاثنين دولت بيتعاملوا مع الأنسرتينتي طبعا احنا هنشوف ان أشهر نظرية فئات بتتعامل مع الأنسرتينتي هي الفازي سيتس هي نظرية الفئات الطبيعية أو المشوشة أو كل الفازي الطبيعية طلع بقى كذا نظرية تانية بعديها بفئات مختلفة كل واحدة بتهندل الانسرتينتي بطريقة مختلفة. الراف سيت من أشهر الفئات اللي هي المنافسة يعني أو يعني طلعت بعد الفاز سيت وبتبقى أحسن منها في بعض المسائل. تمام؟ فإيه كل بقى كل طبعا في مجموعة كبيرة جدا من السيت سيري مش هنتكلم فيها دلوقتي كلها بتهندل الانسرتينتي اللي هو على رأسها الفاز سيت سيري. كل النظريات دي بتتصنف حاجه اسمها ايه جرانولار كومبيوتنج الحوسبه الحويليه دي اللي مكتوبه هنا يقول لك راف سيتس اند فازي سيتس ريبريزنت تو ديفرنت جرانولار كومبيوتنج الحوسبه الحويليه يعني مش بتتعامل مع خط الاعداد كنقط انفينيتيزمال وعدد لا كايه كسبوتس بقع كده يعني ايه جزء من خط الاعداد هتعتبره كده ايه جرانيول بتتعامل معاه على هذا الاساس يبقى كل الدومين بتاعك متقسم لمجموعه من الجرانيولز مش عدد لا نهائي من النقط ما بيتعدوش ها كده عايز تقول انا بيعمل جروبنج لخط الاعداد ماشي عايز كلاسترنج ماشي بس ايه جرانيولز حبيبات عشان برضه ايه كله ابروكسيمت ريزوني كله ابروكسيمت ازاي كده يعني ازاي بتتعامل مع جروبس وتاخد قرار مش نقط المهم ده قصه كبيره يعني طيب الجرانيول كومبيوتنج ده طبعا ناس كتير بتفسر الدكتوراه خلصوا حاجه زي كده بيعتبروا الدكتور وبيحتوي على عدد كبير من الايه السيت سيريز اظبط بقى كلمه سيريز دي حط بعد الاي اي اس ها فبقى في ايه؟ مش بس الفازي سيت وراف سيت، ده في سوفت سيتس وفيك سيتس وجري سيتس وشادو سيتس وعندنا حتى حاجه ماجستير بالجرام شادو سيتس انتيوريستيك سيتس وحاجات كتير قوي.
الويف ليت سيجنال بروسيسنج تكنيك ده برضو ضمه للسوفت كومبيوتنج ميثودولوجي عشان ايه الافيشنت اوت بتاعه الاي اي شغال مش كويس. دي مجرد بس ايه عشان ايه مش عشان نحفظ عشان نسعى نكون ايه تمام. طيب برضو بيزك كونسبت فاكر 10 واحد انتليجنس يعني ايه انتليجنس بتاع نورمال بتاع انتليجنس ايه الذكاء يعني. طيب ايه تعريفات الذكاء بوت اس انتليجنس كيف تعرف؟ نلفها كده مع بعض. كيف ability؟ أول تعريفه هو كيف ability؟ قدرة to meet new situations، إنك تتعامل مع مواقف جديدة. successfully بنجاح. by proper behavior adjustment، إن أنت إيه تظبط إيه السلوك بطريقة سريعة. الديفينيشن بالمنظر ده بيخلى الانتليجنس باي وي الانتليجنس عند الهيومن يعني اكويفالنت تو ليرنينج بيهافير. يعني كده ايه عرف الانتليجنس كانه ايه ليرنينج بيهافير معين انت تتعلم انك تتعامل مع مواقف جديده وتغير سلوكك انت بتعمل ليرنينج. فكده ايه اول ديفينيشن للانتليجنس اعتبره ليرنينج بيهافير تمام. طب بص الديفينيشن الثاني دي ازاي ability to perceive انك تقدر اوتوميز the interrelation shifts العلاقات الداخليه of present facts حقائق المطروحه قدامك in such a way to guide action toward a desired goal. يعني ادراك للحقائق المطروحه قدامك في العلاقات اللي هي الداخليه بتؤدي ان انت ترشدك انك تاخد اكشن عشان تحقق desired goal. ازاي الديفينيشن بالمنظر ده خلى الانتليجنس متفق لايه لان هو جول اورينتد بيهافير يعني قدرتك على تحقيق هدفك دوت يبرر ذكائك. الاولى قدرتك على التعلم يبرر ذكائك. كل واحد واخد وجهه نظر كلها سليم بس وجهه نظر هناك جالس هنا تحقيق هدف تقدر تحقق هدفك بقيت ذكي ما تقدرش تعمل مشاكل. طيب ديفينيشن ثالث It is the ability to understand and to profit from experience. ده التعريف القاموسي بقى ديكشنري هي القدره على الفهم ها وانك تستفيد او تربح من الخبره. لو انت لو الايجنت ده او الكائن ده بيقدر يستفيد من خبرته يبقى ذكي. دي ثلاثة definitions. طيب لو احنا لو حد بيقول انا بنيت intelligent agent software او hardware واحد كده ايه انا هعمل intelligent agent. agent ده ممكن يكون برنامج وممكن يكون روبوت ماشي. طيب علشان يقول لنا كده ونقبله هنسأله كل شوية اسئلة. الintelligent agent دوت واضح ان فيه مظاهر مختلفة علشان اوافق انه انتليجنت. حتى في الديفينيشنز بتاعت الانتليجنس كان في واحد اخذ الليرنينج والثاني اخذ الجول اورينتد يعني. طب تعالى هنساله هنشوف هل الانتليجنت ايجنت اللي انت بنيته ده له صفات عقليه هاف منتال اتريبيوتس. هو اصل الانسان مش عقل الانسان في بعض الصفات لو قدر هو يحاكيها هوافق ان هو انتليجنت. ايه بقى؟ الانسان او عقل الانسان عنده عقائد beliefs ورغبات desires intentions نوايا. قدر يحاكي الثلاث حاجات دي اللي هي mental attributes لو هو قدر عنده knowledge هتناظر هتناظر beliefs. لو عنده present goals هتناظر desires. لو عنده future goals هتناظر intentions. لو الايجنت بتاعه فيه attributes دي أقول فعلا انت عندك حق انت بنيت حاجة فيها منتك اتريبيوتس حوافق ان انت بنيت انتليجنت ايجنت. طب لا طيب ليرن هل يعني الليرن هو ذا ابيلتي تو اكواير نيو نولج فروم ذا سراوندينج انفايرمنت. هل الايجنت اللي انت بتقوله ده عنده القدرة انه يتعلم من البيئة المحيطة بيه؟ لو في كده خلاص انت انتليجنت ايجنت. لا هناخد حتة تانية. هل يقدر يحل
يعني ايه؟ يعني يقدر يبريك كومبلكس بروبلمز ان سيميلر بارتس، يعني لو قلت له مشكله يقدر يقسمها لبروبلمز ابسط ويتعامل معاها. عنده قدره في حل المشكلات، لو عنده القدره دي ماشي يبقى انتليجنت. لا ما عندوش، طيب ماشي حاجه ثانيه اندرستاندنج. هل يقدر هيبقى اندرستاند هل يفهم؟ يعني ايه يفهم يعني؟ يقول لك اهو ability to make sense out of ambiguous or contradictory information. يعني ممكن يعني يتعامل مع التباس ambiguous and التباس ambiguous information معلومات ملتبسة، contradictory information معلومات متضادة. هل ممكن يتعامل مع الموقف زي كده ويunderstand حاجة؟ لو حصل زي كده يبقى انت ايه intelligent agent. طب لا حاجة تانية، طب هل يقدر يعمل planning or prediction؟ يعني ايه planning or prediction؟ بص يعني ايه the ability to compare and evaluate or coordinate. يعني هل يقدر يقارن ويقيم بدائل؟ يعني اطرح عليه مشكلة معينة واديله شوية حلول كده كبدائل، هل يقدر يفاضل بينها وينقي لي احسن بديل احسن alternative؟ لو ده حصل يبقى يقدر ايه يحل يخطط ويتنبأ. طب جنرالايز، هل يقدر يعمم؟ طب يعني ايه يعمم؟ طب شوف يعني ايه يعمم. يقدر فايندنج، يعني يقدر يعثر على نمط خافي اندرلاينج باتر، نمط مخفي في موقف يعني ايه سوبرفيشال ديستينج سيتويشن. يعني يبقى في كده مواقف قدامي منعزلة ويقدر يستشف ان في باترن في النور هو موجود هنا وموجود هنا بس مخفي من ظاهر الموقف. لو قدر يعترف بحاجه زي كده يعرف ان لا نفس الفكره واحده بس الشكل الخارجي بره، يبقى كده بيجنرالايز. لو يقدر يجنرالايز يبقى عنده يعني يعتبر انتليجنت ايجنت. طيب هل يقدر يستخدم اللانجوج مش لانجوج؟ يعني ايه؟ هل يقدر يأندرستاند يفهم ويستخدم سيمبوليك لانجوج لغه رمزيه عشان يعبر عن نفسه او يكوميونيكيت مع اذر ايجنتس؟ هل ممكن يبقى فيه كوميونيكيشن بينه وبين اذر ايجنتس؟ وازاي؟ تعرف ان في ناس بتعمل سوفت وير ايجنت ويبقى على النت يرميه كده مثلا بيدور له على كتاب مثلا او بيخش في مزاداته عشان يجيب له مثلا حاجه يشتريها ايه وهو بقى ايه يرمي له على الايميل كل 24 ساعه نتائج البحث بتاعه. دي اسمه انتليجنت سوفت وير ايجنت. هتقول سوفت بوت ولا روبوت؟ سوفت بوت ايجنت اهو. ها وهو ايه ممكن يظبط له البروفايل بتاعه انه اذا كان مثلا بيدور مثلا ايه على بيشتري مثلا حاجه من مزادات على النت مثلا لغايه كام ينزل او لغايه كام يطلع، يعني ظبط له كده الكونتيشنز بتاعته ويطلقه كده. هو التاني مش فاضي بقى وكل ايه 24 ساعه يديله حاجه على الايميل بتاعه، ولو هو ساتسفايد ممكن يتفق والتاني ما خلاص هيشتري على طول بناء على الاكتشاف اللي لقاه. يعني المهم فممكن جدا يبقى اكتر من ايجنت، يطلق اكتر من ايجنت على النت ويتكلموا مع بعض. بقى ازاي؟ هو يعني الراجل مش فاضي وهما بعد ما يتفقوا مع بعض يرموا له على الايميل او ايه؟ لو كده لو الانتاج انتاج. طب هل بقى سيشيت الميموري لو عقل الانسان بقى بيختلف عن الكمبيوتر في الحته دي؟ الذاكره في عقل الانسان او هيومن مايند ذاكره اسوشيت ارتباطيه، اسوشيت الميموري مش ادريسنج ميموري زي الديجيتال كمبيوترز. ديجيتال كمبيوترز الذاكره عباره عن مخازن ليها ادريسنج، السي بي يو عشان تكتب او تقرا لازم الادرس بتاع الميموري لوكيشن اسمها ادريسنج ميموري. الهيومن مايند مش كده. بمعنى اسوشيتد ميموري يعني ايه؟ يعني ممكن جدا تشوف مشهد يبقى ده عليك مشهد تاني، تشوف حاجه تفتكر حاجه تانيه مرتبطه بيها. يبقى ازاي؟ دي مش في الكمبيوتر. انت مش بتروح لما كان في ذاكرتك بالعنوان، لا لا لا، انت يكفي انك تشوف حاجه معينه او تسمع حاجه معينه يتداعي عليك حاجه ثانيه فهي مرتبطه بيها نتيجه خبراتك التاريخيه. يبقى ازاي؟ فدي
لو الايجنت بتاع اللي انت بنيته سوفت وير او هارد وير اسوشيتد بالميموري يبقى كده انتليجنت ايجنت. النيورال نتورك فيها حاجه اسمها اسوشيشن او اسوشيتد نيورال نتورك. دي بتعمل ايه؟ دي تعلم ازاي كانها بالظبط هيومن مايند. ازاي يعني؟ نديلها صور بعض الناس اللي بيشتغل فيها صورة كده تقول ايه الناس ايه يعني مؤمنين ومسلمين وحاجات زي كده وتختزن الصور. يجي بعد كده الصورة جاية مش واضحة كده مغبشة كده ولا بتاع مش عارفين بتاعت مين. نروح ايه نديلها كانبوت للنيورال نتورك دي تقوم تجيب أقرب صورة ليها يطلع الشخص اللي هو ايه؟ اسوشيت ده اسلوب اسوشيت استدعاء ارتباطي. فايه؟ فده يعتبر حاجه يعني يعتبر انتاج. تمام؟ طبعا يعني الترجمه دي 10 ساعات كده 10:06 يعني ممكن تمشي الساعه 6 تصلي. تمام؟ 6 يعني تصلي انت لوحدك؟ عايز كل يخرج معايا من الساعة 6 هنمشي الصلاة ماشي؟ اتفضل سؤال بس حضرتك في فكرة بتاعت السوشيال ميموري تعرف على أقرب صورة دي مرتبطة بفاكر الديفينيشن. بص بتبقى في نوع من الديستانس ميجر. ديستانس ميجر بالبيكسلز اللي داخلاي للصورة والبيكسلز اللي استورد لصورة تانية توصل بقى ماشي بس هي ايه هيجيب اقرب صوره من الديستنس بتاعتها للصوره ده. طبعا في اسبيكتس كتيره للانتليجنت ايجنت زي مثلا طب مش نقولها بقى زي الكرياتيفيتي والسكيل والكونشسنس والايموشن والانتيوشن بس يعني هيك ما فاتش. طيب الهيومن برين والكمبيوتر يعني الهيومن برين ده ككمبيوتيشنال ماشين بيطلع ايه مصدر قوته؟ يعني عقل الانسان ده هو كمبيوتر بس كمبيوتر خاص جدا كمبيوتيشنال ماشين خاصه جدا بيطلع ايه مصدر قوته؟ مصدر قوته انها شغاله في ايه؟ في تو بيفر. هتلاقي بقى ايه؟ ان المخ الانسان البرين شغال بتو ديستينكت بارادايمز صيغتين فور بروبلم سولفينج. مخ الانسان شغال بطريقتين لحل المشكلات طريقه سيكوينشال وطريقه بارده. طيب الطريقه السيكوينشال هي سيكوينشال بارادايم الصيغه الايه المتتاليه وبرضه بيقول عليها ايه اللوجيكال بارادايم الصيغه المنطقيه. دي الاسلوب ده في حل المشكلات بيعتبر جزء من المشكله وايه يعني بيحل جزء من المشكله يعني ايه بيشغل المساله على بعضها. زي ايه مثلا لما باجي بقرا تكست انا بقرا من فوق لتحت من الشمال لليمين كلمه عيني بتفوت على كلمه عشان استوعب وقت سيكوينشال بارادايم فده اسلوب السيكوينشال عشان ايه استوعب الانفورميشن اللي جايه لي جزء جزء. ابسط صوره ليها ان انا ايه مرايه في التكست على سطح كده تبقى عيني كده بتمشي على كلمه من فوق لتحت شمال اليمين. تمام؟ طيب البارل بارادايم الصيغه المتوازيه واللي بقى بيقولوا عليها برضه بالنسبه للعالم الالماني جيشتالت بارادايم. دي بقى ايه؟ ان البروسيسنج اذا كان البروسيسنج في السيكونشال كان بيتم ايه جزء جزء كده هنا البروسيسنج على الداتا بيتم ايه بقى للاتوانس اول اتوانس. انت لما تيجي تدرك او تريكوجنايز صوره هل عينك بتمشي عليها بيكسل بيكسل؟ ده ريكوجنايز اول اتوانس بارل كده او دوت البارل بارادايم. لكن علشان ادرك او افهم تكست لا لازم تكون في سيكونشال بارادايم. تمام؟ في معظم الناس بتلاقي ان الفص الايسر من المخ هو اللي منوط بيه السيكوينشال تاسكس اللي هي ايه لانجويج اندرستاندينج لوجيكال ريزونينج بلاننج تايم سنس الاحساس بالوقت
كل ده ايه سيكونشال برنامج. ويبقى الفص الايمن من المخ هو اللي موجود بيبقى ايه اللي سبيشال تاسكس بقى اللي هي محتاجه بارل بروسيسنج بقى زي ايه استيعاب الصور يعني او الكومباريزون بتاع فيجوال ايمجز فيجوال ريزونينج كوردينيشن. الكوردينيشن ده يا جماعه زمان ادي اخر من الابره كده هو دي محتاجه البارل برضه صح. طب الهيومن مايند ده كده قصه بقى علوم كتير بقى ايه حط عشان كده في الهيومن مايند عندك كده صح 13 طريقه ايه من بره كده النبي يعني الشيء العلوم اللي اتحطت عشان تفهم البرين شغال ازاي علم وظائف الاعضاء علم النفس علم الانسجه وبناء الخليه علم الكيمياء الحيويه والفيزياء الحيويه الكوجنيتيف ساينسز بقى اللي هنتكلم علوم دراسه الادراك المعرفي السبرينتكس اللي هو على السبرانتيكا دي برضو علم دراسه التحكم بالانسان والحيوان كل علم دول بقى دنيا كتيره قوي علشان نفهم البرين شغال ازاي. وانت عندك بقى صفحه كده ايه 14 اكثر علوم يعني منوط بها دراسه مخ الانسان هي موجوده على شمال النيورولوجي فيسيولوجي كوجنيتيف ساينس وهيستولوجي وبايوكيمستري سيرنتكس. احنا بقى في الكوجنيتيف ساينس اللي مهتمين بيها فنطناها كده على جنب طالع منها سايكولوجي علم النفس لينجويستكس علم اللغويات فيلوسفي فلسفه اديوكيشن والكمبيوتر ساينس ما ايه الاي اي ارتفيشال انتليجنس تمام. طب احنا كده اتكلمنا على الايه البيولوجيكال الناتشرال انتليجنس. طب تعالى بقى عايزين نحط الذكاء الاصطناعي artificial intelligence. قلنا intelligence يعني مش عارف ايه وكده كده. طب فين بقى artificial intelligence الاصطناعي يعني ايه بقى الذكاء الاصطناعي؟ تعالى كده definition ال AI is a branch of computer science that studies the various ways of enabling computers to do tasks that seem to require human intelligence. علم او فرع من علوم الحاسب بيدرس طرق خلي الكمبيوترز تؤدي عمليات بتتطلب هيومن انتليجنس اللي بتتطلب ذكاء انساني. ده مش خلي الكمبيوتر ازاي يؤدي تاسكات تتطلب هيومن انتليجنس ده ديفينيشن. طب ديفينيشن تاني AI is a science which studies the building of artificial systems نظم اصطناعية software أو hardware set exhibit تعرض human life behavior. هنا وسحها شوية قلت قبل كده ركز على human intelligence دلوقتي وسحها في human behavior توسع شوية يبقى ايه بابني artificial systems نظم اصطناعية سواء software أو hardware دي بتحاكي human behavior سلوك انسان يعني ايه ده اوسع من human intelligence. طب ماشي تعرف تاني اوسع برضه AI الذكاء الاصطناعي is a science which studies يعني the development of paradigms تطوير سير algorithms خوارزميات that require machines to perform tasks تؤدي عمليات that apparently require cognition when performed by humans. دي ايه ده؟ الدنيا واسعه كانت intelligence بقت behavior دلوقتي ادراك كوجنيشن ده واسع قوي يعني يعني رد الذكاء الاصطناعي للكوجنيشن ادراك يعني معنى كده ايه؟ معنى كده الرسمه اللي هي صفحه 15 عايز اقول لك ان ايه؟ ان الانتليجنس لازم يكون اوبريتد ويز كوجنيشن مفيش حد عنده انتليجنس من يكون ما يكونش عنده ادراك الادراك الاساس يعني لازم يكون عندك بيز من الادراك عشان تبقى ممكن تبقى في الكائنات الحيه في شجره الكائنات الحيه تلاقي مثلا ايه في ادنى الشجره خلايا اوليه كائنات اوليه كده بتقدر تحصل على طعامها من البيئه المحيطه بيها بتدرك لكن ما عندهاش انتليجنس. يمكن بقى في اعلى السلم بقى تلاقي بقى ايه القرود ومش عارف ايه وايه والشمبانزي بتاع يجي الانسان بعد كده بس الشجره كلها لازم يكون في كائنات حيه عندها ادراك. فالكوجنيشن ده بريز كويزيت للانتليجنس واحنا بنحاول نبني انظمه اصطناعيه تحاكي الكوجنيشن. الكلام جاي ازاي؟ طب ايه يعني؟ طب عايزين مثال ايه كوجنيشن يعني؟
ازاي 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 الهيومن بيرسبونس تو ان اكسترنال ستيمولس، ازاي البني ادم بيدي ريسبونس على مؤثر خارجي. تخيل كده طفل صغير، طفل صغير يروح ايه مولع كده حصل ايه؟ حصل ستيمولس منبه خارجي، الطفل حصل له اتنشن انتباه، وبعد الانتباه عملية تانية اسمها ريكوجنيشن التعرف على شكل النبض الكبير واللهب كده، وبعدين راح مد ايده مسك النبض الكبير مسك النور فتلسع، حصل بيرسبشن ادراك حسي، راح ايه خد فيه بسرعة وقال ريسبونس. العملية دي كلها عملت له خبرة واتزنت عنده، مش هيكررها تاني، حصل له كوجنيشن. الكوجنيشن ادراك معرفي، البرسبشن ادراك حسي، الادراك الحسي جزء من الادراك المعرفي. طبعا المثال البسيط ده يعني ده مبسط جدا، لان كل الكوجنيشن الستبس اللي مذكوره اتنشن ريكوجنيشن برسبشن ده كل ستيب من دول الناس بقى بتوع بقى الكوجنيتيف ساينسز بقى ممكن يفنطوها للسب تاسك. السب تاسك ده ممكن تكبر جدا الخطوط، بس احنا مش مهتمين، احنا بس كنا عايزين نقول ايه؟ ان الكوجنيشن هو الادراك المعرفي، والبرسبشن ادراك حسي، يعتبر احد التاسكات من الادراك المعرفي، ده اللي احنا هنهمناها بس. وفي عندك بقى ايه امثله كثيره للكوجنيشن تاسكس اللي ايه اللي يعني ادراك حسي في اللي هو حل مشكلات يعني. طيب يبقى معنى كده، بص بقى صفحه 16 ديفينيشن بقى عام جدا 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 للارتفيشال انتليجنس، بيقول لك ايه؟ اي اي از ا ساينس ويتش انترستس ان كوجنيتيف موديلينج. تخيل بقى خدتوا تعريف ده، الذكاء الاصطناعي هو العلم المهتم بنمذجة الإدراك المعرفي. ده بقى لم كل اللي فات، لأن مفيش اللي ينمذج الإدراك المعرفي هيجيب انتليجنس تلقائي. تمام؟ طيب الكوجنيشن تاسكس هو دلوقتي يعني انت عاوزين نحاكي القدرة على اكتساب معرفة، الكوجنيشن ادراك معرفة، التجربة حصلت استفاد بيها واختزلها عنده وبقى بيتصرف على اساس مش هيكررها تاني، او ده في حد ذاته نوع من الذكاء، استفاد من خبرته انه الموقف ده لو اتكرر تاني مش هيعمله تاني. بقى ازاي؟ لازم اجرب التجربة. لازم ايه؟ لازم اجرب التجربة عشان ما لازم ما انت في ليرنينج اهو، ليرنينج دلوقتي يا دكتور بيجي مره واحده بتتعلم النولج دي بتقتدم عنده، مش الادراك ده لازم اتعلم، يبقى في تعلم عشان اقدر، لازم تجربه، تجربه عشان تتعلم من البيئه المحيطه. والذكاء بقى انك ما تكررش في فطره، في فطره بتبقى موجوده مثلا في الحيوانات، ان هي مثلا لما تطلع هو ما عندهمش ادراك، هو يعني لو في مثلا فرخ هو عارف ان هو يبقى انا هقول لك حاجه، طب استنى هقول لك ليه اي كائن لو بينزل وراك يعني حصل كلام كده وراك في كده لو طلع الارض اللي هي حكيته كده ايه ده جابها مني طلب اللي قلت ان كنت الكلب ده غير الكلب ده غير ما تفهمش عليكوها ازاي من بعض ما تعرفش حاجه تانية برضه تقول لك القطط بتخاف من الميه كده ايه كل الناس في العمارات ازازه ميه جنب الباب ليه عشان ما تجيش ما اعرفش تعمل حاجه وحشه اهو ايه وقت ايه ازاي جابوها دي مره ترشت ميه خلاص طب دي قطه ثانيه ما تفهمش القطه دي عرفت ازاي قول كده ادراك معرفي في ادراك حسي حصل سموير في مرحله من المراحل وبناء عليه مش هيحصل تاني ان هو يعني يعيش الفيلم ده تاني ازاي ما تفهمش ايه اللي حصل بقى هل بيتكلموا مع بعض ما هو
الكوجنيشن تاسكس لو عايزين بقى نقسمها في حاجات ابر ليفل كوجنيشن في هيومن مايند ابر ليفل كوجنيشن ولور ليفل كوجنيشن. الابر ليفل كوجنيشن شغاله بالسيكوينشال بروسيسنج القص الايسر من المخ اللي هي ايه الادراك من المرتبه العاليه ده بيبقى ايه زي الناتشرال لانجويج بروسيسنج بلانينج اكسبليسيت ريجنينج دوت كان الكلاسيكال اي اي هو اللي مهم فيه الحته دي بيتعامل مع بناء نظم اجتماعيه وحاكم اللي هي الابر ليفل كوجنيشن في ان ال بي. لو انت عندكم ماده ان ال بي وعندكم مصر عايزه تكون برضه ايه تعتبر من الابر ليفل كوجنيشن. طب اللور ليفل كوجنيشن اللي هو بنقول فيها بقى ايه الفص الامامي من المخ اللي هو البانل البارادايم الصيغه المتوازيه دي بقى ايه تعرف على الاشكال بدل الكوجنيشن اسوشيتد ميموري ودي بقى ايه الارتفيشال ميموري اللي هي ايه بنقول فيها اللور ليفل كوجنيشن. تمام طيب نخش بقى على تعريف النيورال نتورك. كل ده مش عشان نحفظ ولا لا تعرف كده فيه ايه الشبكه العصبيه القطعيه مع ميه اهالي جربي كده بتصرخ بشك بتبوظ المحاضره كلها هي بس حطيها على الباب بقى الشبكه العصبيه الطبيعيه او البيولوجيه دي بقى هي الرشائق خارج المخ الانسان ها اسمها ايه قشره الدماغ الخارجيه السيريبرال كورتكس دي الغشاء ده في كل الشبكه العصبيه البيولوجيه للانسان اللي بتتيح له التعامل مع ايه الكوجنيشن تاسكس بانواعها سواء ذهنيه او حركيه. ازاي؟ يعني لو واحد اشار له بتاع دي بيقول لك بقى ايه القشره دي فيها 1.5 × 10^10 نيورون خليه عصبيه هي بص 1.5 × 10^10 نيورون القشره الخليه مخ الانسان اللي هي الشبكه العصبيه البيولوجيه هي 1.5 × 10^10 نيورون بانواع مختلفه. النيورون الواحد متشابك مع 10^4 نيورون يعني تخيل النيورون ده يعتبر بروسيسنج يونت شوف بقى المكنه يعني غير الكمبيوتر رهيب شوف 1.5 × 10^10 بروسيسنج يونت كل واحده متشبكه مع 10^4 بروسيسنج يونت حاجه فرع الكونكشن فظيع رهيب. النيورونز ترجمتها بالعربي العصبونات او الخلايا العصبيه شوف شكلها عامل ازاي قلب الخلايا اسمها سوب وفي خلايا في ليفه عصبيه خارج منها اسمها اكزو كانها الاوت بوت بتاع الخلايا العصبيه الانبوتس الشعيرات اسمها الدندرايتس كانها الانبوتس اللي داخله لقلب الخلايا العصبيه النقط دي اسمها سينابسس نقط اتصال عصبيه بيخش عليها الاكسونز اللي هي الاوتس بتاعت نيورونز ثانيه وراها يعني الخلايا العصبيه الواحده دي بينقلها انبوتس من النيورونز اللي متشبكه معاها. بقى ازاي؟ فاللي بيحصل ايه بقى؟ لو الجهد الداخلي للخليه العصبيه دي
زاد عن ثريشولد فاليو معينه تطلع بره ممنوعه النبضات، يبقى كده ايه حصل لها استثاره. فازاي كمثال اقول لما الطفل اتلسع، لما الطفل اتلسع من الدهب وسحب ايده، ده اكشن، حصل اكشن. ده حصل ازاي؟ حصل ان الشبكه العصبيه بتاعته من الاطراف لغايه المخ عايزين يسلموا لبعض الاشارات. ف تخيل الاكشن هيطلع دلوقتي، كل اكسون من دول جاي من السكه بتاعته، حصل له داخليه استثاره، فبقى فيه زي كده ايه الكترون كيميكال فولتجز كده في الثانويه العامه اللي هي الالكترونيتي اللي هي الحمضيه والبطاريه، بيحصل فرق جهد بينهم كلها حاجات الكترونيه، بيحصل فرق جهد، يحصل ايونات تعدي في الشعيرات دي، يقوم يزيد الجهد الداخلي للنيورون ده. لو عدى قيمه معينه يطلع بره شويه بلانسات كده، هو بقى ياخد ريسبونس عاديه. تمام؟ مش لازم يبقى الريسبونس حركي، ممكن يبقى ذهني. انت لما بتتعلم تحل مسائل او حتى اي اكتيفيتي سواء ذهنيه او حركيه هي كده الريسبونس بتاخد كده. دي نقطة اتصال عصبية اسمها سينابسيس أو وسائل عصبية، كل أكسون بيجي إيه من خلال النقط ديت يريليز الأيونات اسمها نيورو ترانسميترز من الجهة العصبية دي، تتجمع على طول الدندرايت ده. في بقى كذا بقى كل وسائل عصبية كتيرة بقى، ده يجمع وده يجمع وده يجمع، تلاقي المجموع كله هنا هو. لو تجاوز قيمة داخلية معينة يطلع ايه؟ بلس. لو ما تجاوزهاش مش هيبدا ريسبونس. يعني الخليه العصبيه دي ممكن تبقى ريسبوند بس لو الانترنال بوتنشال بتاعها تجاوز ريشن فاليو معين. خلاص دي خصائص الخليه العصبيه البيولوجيه. تمام؟ طبعا القصه دي الناس بقى بتقعد تقرا ويقول بقى كتب بقى. احنا ما جبناش القصه دي. طيب فانت ليه ممكن تكمل الجزء ده بنفس المعنى اللي قلت لك عليه. طيب ازاي بقى النيورون بيتعلم؟ ازاي البني ادم بيتعلم بيهيفير معين؟ كده بقى ما ممكن الريفر ده ممكن مثلا واحد في السيرك مثلا بيلعب بتاع كده وفي الاول يقول اه مان وبعد كتير ما تضرب كتير 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 بقى ممكن يتكلم مع واحد شغال كده او مثلا على الاله كده الاول كان شغال صباع كده زي ال زي السواق شوف ازاي كله بيبقى السواق اي بيهيفير حركي او ذهني كده. طب يعني طب ازاي بيحصل يعني؟ بس ايه الترجم؟ يقول لك بقى ايه؟ كل ما بتتعلم اكتر الحساسيه السنسيتيفيتي بتاعت الجهاز العصبي بتاعك هترسبوند بسرعه. الحساسيه دي بتيجي ازاي؟ يقول لك نقط الاتصال العصبيه دي لو السنسيتيفيتي بتاعتها عاليه قوي حتى لو الانبوتس ضئيله هتروح معديه من الايونات بتاعتها عشان هي حساسه قوي مش خامله. كل ما بتشتغل كتير بتبقى حساسيتها لاي انبوت بسيط توصله على طول. يبقى كده بقى القصه كلها قالت لايه؟ قالت انها حساسيه الخلايا العصبيه وبالتالي وبالذات في ايه بالظبط؟ في نقط الاتصال العصبيه السينابسس. يبقى لما نيجي نعمل بقى ايه ماثيماتيكال موديل الخليه دي السينابسس دي على طول في الرياضه ويتس اوزان الانبوتس اللي داخله بتضرب في وزن كل اكس واحد يضرب في دبليو واحد يضرب في دبليو اثنين وكل ما الدبليو واحد اتعلمه صح هتفوت مهما كان اكس واحد صغير هيعدي. يبقى ازاي؟ فاصبح كده خلاص يبقى هي ايه؟ النموذج الرياضي اللي لازم نجيبه لازم هيبقى فيه الانبوتس داخله وبتتجمع مع بعض على النيورون بس من خلال ايه؟ ويتس موزون. والاوزان دي هي اللي فيها الاكسبيرينس كلها. البيهيفير بتاعك بقى انت بتعلم بالظبط تظبط الاوزان على البيهيفير ده.
اصبح كان النولج مختزنه في الويتس ده بقى زي بداوا بقى يفكروا يعملوا مسافات للنيورون ده الارتفيشال نيورال موديل النموذج الاصطناعي للخلايا العصبيه سنه 43 ظهر سنه 43 ازاي ماكروشويتس حطوا اول نموذج رياضي لايه للارتفيشال نيورون عشان يحاكوا البيولوجيكال نيورون طبعا النموذج الرياضي اللي احنا هناخده طبعا مبسط جدا 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 بالمقارنه بالنيورون بتاع ربنا فالنيورون الحقيقي البيولوجي ده معادله تفاضليه فظيعه واساسا الاوبت بيبقى باص يعني قصه ثانيه خالص بس ومع ذلك عملوا السمبليفيكيشن للموديل وطلع مفيد برضه هنشوف بعد شويه جه سنه 58 واحد اسمه روزن بلات عالم كبير برضه اخترع بقى ايه ليرنينج بقى ايه ميثود للارتفيشال نيورون وسماه بقى بيرسبتور كان ايه من بيرسبشن مع نيورون فسماه بيرسبتور ده سنه 58 برضه هندرسه البيرسبتور بقى كموديل بقى ايه اصبح كانه بالظبط ايه فاينايت ستيت اوتوماتون طبعا خدت الاوتوماتا بقى مع الدكتوره شجيره بقى فاصبح ايه هو توستيت سيازيرو جوان فازاي؟ فاصبح بيحاكي الخليه العصبيه البيولوجيه كانه ايه فاينايت ستيت اوتوماتون تمام؟ طيب احنا بنعرف كل ده تعريفات طب الارتفيشال نيورال نيتوركس الشبكات العصبيه الاصطناعيه اختصارها ايه ان ان اس الديفينيشن هيتحط ازاي؟ على ايه الديفينيشن ممكن تكون النيورال نتورك از ماسيفلي بارلل ستريت بروسيسور هو عباره عن ايه؟ يعني بروسيسور ترجمته ايه؟ معالج متوازي ضخم جدا موسع ماسيفلي بارلل ستريت بروسيسور ذات هاز ا ناتشورال بروبينستي نازع او ميل طبيعي لستورينج اكسبيرينشال نولج لاختزان المعرفه التجريبيه وعند ميكينج ات افيلبل فور يوز وهو بيحاكي مخ الانسان من ناحيتين الارتفيشال نيورال نتورك بتحاكي الهيومن مايند من داخل من اتجاهين اكزامبلز ذا برين اند تو اسيتس اول حاجه النولج از اكواير المعرفه بتكتسب Why is the network through a learning process? هذه أول إيه؟ أول تشابه بينها من طريق عمل human mind إن النولج معرفة تكتسب من خلال عملية تعلم. تاني حاجة تاني أسلوب. The inter-neuron connection strengths يعني الروابط الداخلية بين النيورون قوتها قوة الروابط الداخلية بين النيورونز بنعرف انها السينابتيك ويتس وعليها سينابتيك ويتس ار يوز تو ستور ذا نولج الروابط الداخليه بين النيورونز وبعضها ها بقت هنقول لها سينابتيك ويتس عشان تبقى زي السينابسس او سينابتيك ويت هي دي اللي بتخزن فيها النولج انا لما بتعلم بليفير معين لشبكه انا كل اللي بعمله بظبط الويتس اللي فيها الكونكشنز اللي بين النيورونز وبعضها هي اللي انا بتعلمها اصبح ان كل النولج بتاعت التريننج نظام اللي انا بشتغل عليه ده تم اختزانها في الويتس كونكشن ويتس اللي بين النيورونز وبعضها وده بالذات ده اكيد بيرزامبل او بيشبه الهيومن مايند بيشبه البيولوجيكال نيورال نتورك في الهيومن برين ازاي؟ طيب هيبقى ايه؟ من خلال الليرنينج الجوريزم احنا بنظبط السيناتيك ويتس انت بقى في الكتب بقى ممكن تلاقي ايه كذا يعني كل اللي جاي ده بنفس المعنى يعني لو قلت مثلا كونكشنست موديلز يعني الارتفيشال نيورال نتوركس ممكن تلاقي بعض الناس تقول لك ايه كونكشنست موديلز صح او كونكشنست نتورك ماشي مترادف بارلل ديستريبيوتد موديلز او بروسيسورز ممكن برضه تبقى يقصد بيها ارتفيشال نيورال نتوركس نيورومورفيك سيستم ماشي نيورو كمبيوترز في حاجه اسمها نيورو كمبيوترز على طب ده كده بقى ايه ديفينيشن النيورو كمبيوتنج الحوسبه العصبيه يعني ايه الحوسبه العصبيه ديفينيشن نيورو كمبيوتنج انجينيرنج ديسيبلين نظام هندسي كونسيرنت ويز
منوط بيه او مهتم بيه. نون بروجرام ادابتيف انفورميشن بروسيسنج سيستم. الله انفورميشن بروسيسنج. الانفورميشن بروسيسنج معالجه المعلومات. احنا عارفين يعني طول عمرنا في الكمبيوتر بنعالج معلومات. لك نون بروجرام انفورميشن بروسيسنج. هو الانفورميشن بروسيسنج ليها طرق مختلفه. نشوف يقول لك ايه نون بروجرام انفورميشن بروسيسنج. Processing systems, اللي هي artificial neural networks, that develop associations, ارتباطات, transformations, تحويلات, أو mapping, رواسب, between objects in response to their environment. Neural networks, زي ما قلت قبل كده وأنا كموديل, modeling technique, قاعدين نعمل mapping من input space لoutput space. مفيش برنامج في النص. Mapping, association بين patterns في الانبوت وبعد patterns, عاوز أخلق association. اخلق ارتباط. مفيش اي برنامج في النص. مش برنامج يعني طبعا كلها برنامج طبعا. بس هي شبكه. شبكه وويتس نودز مرتبطه ببعض وويتس. طيب عشان كده النان بروجرام مش برنامج بديله انبوت واوت بالمعنى ان الموديل في حد ذاته ما يعتبرش برنامج. انا هعمله كتير برنامج بس هو المابنج في حد ذاته ما يعتبرش يعني الجوريزم سيميشن. طب ازاي؟ تعالى كده بص انواع الانفورميشن بروسيسنج اللي احنا درسناها كلها. بص الكلاسيك الكونفشنال كومبيوتنج تكنيكس اللي انت تعرفها. يقول لك اول حاجه ايه؟ الجوريزم كومبيوتنج حوسبه خوارزميه اللي احنا كلنا درسناها. الحوسبه الخوارزميه دي تقول لك ايه؟ الجوريزم زائد داتا ستراكشر يساوي برنامج. لكن بتاع فينا قصه البرنامج. طب حصل تطور شويه وبقى في حاجه اسمها ايه؟ اي اي كومبيوتنج حوسبه ذكاء اصطناعي. طب ايه بقى؟ ايه يعني بتقول ايه؟ كذا حاجه بقى. كلاسيكال بروبلم سيرفنج سولفنج ميثودز. انتوا ما اعرفش انت درست في الدبلومه حد درس اي اي ولا لا؟ في حاجه اسمها ايه؟ سولفنج بروبلمز يوزنج هيوريستيك تكنيكس. طرق حياديه. يعني ايه؟ يعني مثلا يقول لك ايه؟ لو انت عارف انت ايه بيت جحا او متاهه او حاجه زي كده ودخلت فيها وعايز تطلع منها مفيش الجوريزم يطلعك منها. انت دخلت وخلاص ضعت. طيب في بقى انتليجنت تكنيكس تطلعك منها. هيوريستيك تكنيكس. كلمة هيوريستيك يعني استرجاعي أو اجتهادي. طب ليه مش الجوريزميك؟ أصل الجوريزميك معناها إن أنا إيه ضامن الحل هيطلع إزاي؟ بعمل سورتنج لحاجة هيدخلهم مش مترتبين يطلعوا مترتبين. واثق ممكن أثبتها. لكن أنا هديك إجراء وأنت كبرنامج بس لا أضمن لك إنك هتخرج من الـ من الـ من الـ من المتاهة دي بس هو إن شاء الله خير يعني. إن شاء الله خير. يقول لك مثلا ايه؟ خد قاعده واتبعها. ايه؟ خلي مثلا كتفك دايما الشمال لازق في الحيطه. وامشي معاها. ان شاء الله هتضرب. ايه ده؟ ده هيوريستيك تكنيك. مفيش اي جرانتي انك هتطلع. بس ايه؟ بروميسنج تكنيك، بروميسنج ميثود. شوف بقى ازاي؟ فهي ايه؟ مش الجوريزميك سوليوشن. ده هيوريستيك سوليوشن. صحيح كله هيتكتب له برنامج والجوريزم وكل حاجه. بس المقصود ايه؟ ان الانفورميشن بروسيسنج ما كانتش الجوريزميك يعني مش ضامن الحل بالمعنى ده. يبقى ازاي؟ انفينيت سوليوشن مثلا؟ ها؟ مش انفينيت سوليوشن يعني بص ما فيش جارانتي بس ايه هي متجربه. متجربه. فممكن جدا ايه يبقى اساليب ذكاء اصطناعي انك بتحسن كل اللي يقول لك حاجه اسمها هيل كلايمنج. انك ايه كل نقطه توصل لها تقيمها اتجاه صح ولا ترجع تاخد اتجاه تاني. ده برضو ده بس عندك القدره على انك تغير النقطه دي بقى ديبينز على البروبلم نفسها. قصص بقى. قصص كلها ايه؟ فيها ذكاء بس بيرجع على هيوريستيك تكنيكس. ممكن زي التجارب مثلا اجتهاديه او استرشاديه. تجارب على الفيروسات مثلا؟ ازاي؟ زي التجارب على الفيروسات كل مره بيجرب لغايه ما بيشوف ما يعرفش ملهاش بدايه ولا نهايه.
زي كورونا مثلا قعدوا سنه عشان يكتشفوا حاجه. اكيد ما فيش الجوريستيك سوليوشن يقولها. كلمه الجوريستيك يعني ايه؟ يعني مثلا اديت لك ليست اوف ايليمنتس وعايز ارتبهم، ممكن اديت لك بابل سورت، ممكن اقول لك انرجي سورت وكلها هيطلع اثبت لو دخلت الانبوت. ده في حاجه كان اسمها الماده مع الدكتوره فاطمه اللي هي البروجرام كوركتنس انك ايه؟ انك تختبر ان الالجوريثم ده هيطلع الحل ده. تروح عامل بري كونديشنز وبوست كونديشنز وتثبت اللي في النص، يبقى تتاكد صلاحيه الالجوريثم. الكلام ده مش موجود في الهيوريستيك، رغم ان هو الالجوريثم برضه بس مفيش جارانتي. المهم فكان اول طريقه في الانفورميشن بروسيسنج في الاي اي كومبيوتنج هي البروبلم سولفنج ابروتش استخدام الهيوريستيك تكنيكس. استنى بس، تاني حاجه النولج بيس سيستمز برضو الكمبيوتنج برضو ابروتش للانفورميشن بروسيسنج باسلوب اي. كان بيقول لك ايه النولج بيس سيستمز؟ نولج زائد انفيرنس. انفيرنس ايه؟ الاستنتاج يعني. ايه الاستنتاج؟ يساوي اكسبرت سيستم. كان في كده لو حد سمع عن الاكسبرت سيستم والنولج بيس سيستمز كان كده، يبقى عندي النولج في صوره ايه؟ فاكتس رولز، وعندي اليه الاستنتاج يقول لك فورورد تشيننج او باكورد تشيننج بغض النظر يعني. وفي الاخر ايه؟ عملت انفورميشن بروسيسنج كاكسبرت سيستم. مجموعه من ايه؟ زين رولز كده اهوت وشويه فاكتس. يعني مثلا في البرولوج مثلا حد يسمع او ده سيمبوليك ريزمي عايز مثلا ايه؟ شجره العيله. مش انت شايلها في كل كتب البرولوج يعني. ان ايه؟ اكس اكس واي وزد مثلا ايه؟ ان في علاقه اخ وعلاقه اب وعلاقة أم وعلاقة أخت وعلاقة عم، حط علاقات كده. هنا إذا كان بيرنت إكس وواي وبيرنت إكس وزد يبقى واي أخو زد كده ها؟ ويروح عامل لك إيه؟ شبكة علاقات سيمبولي كلها. وروح داخل في الفاكتس إن إيه؟ مثلا سعاد مثلا والليله مثلا الاخت او يعني دي كده ايه؟ اي فاكت تبتدي ايه؟ تجرب إيه يعني تسال تقول لك ايه؟ مين بقى عمه سعاد؟ مع ان انت ما دخلتش ما دخلتش ده انت اساسا. دخلت ان سعاد بنت فلان بس. لكن البرنامج مليان بقى علاقات. يقوم بقى يستنتج لك في الاخر مين عم مين؟ مين جد مين؟ مع ان انت دخلت حاجه واحده بس. ها؟ كبيت على الشجره كلها. يبقى ازاي؟ فده ايه؟ يعتبر ايه؟ من نوع من الايه؟ الانفورميشن بروسيس. طيب احنا بقى فين؟ احنا نيورو كمبيوتر. ده بقى ايه؟ اللي بيتكلم بقى في الانفورميشن بروسيسنج في الاي اي. النيورو كمبيوتنج بقى عباره عن ايه؟ نابنج استراكشر نتورك زائد ليرنينج ميكانيزم يساوي ارتفيشال نيورال نتورك. ممكن سؤال بس اكيد بس قول هو في رياضه احنا بنقول ساعدنا الفتره اللي جايه بعت لكم على الواتساب دلوقتي الهاند بوك بتاع شوم عيشوا معايا لا انا عايز اعرف بس يعني لو حضرتك ممكن تلخص لنا حاجات اللي احنا بنحتاجها تفاضل ان طبعا التفاضل ده للايه؟ نسب مثلثيه مثلثيه عكسيه وزائديه وزائديه عكسيه الليمتس النهايات المتسلسلات سيريز نظريه ذات الحدين وسموجه مؤسسات الهندسه التحليليه يعني مش عايزين كده يعني تفاضل معين مش فاهم. شوف معاك.
بس في الامتحان طبعا انت مش هتشوف ان الكتاب بس. طب دكتور يعني هنوقف على كده يا جماعه والتصرف بتاعه الساعه 7 الساعه 7 نصلي يا جماعه.